حالة الانقسام في الكونغرس الأمريكي لا تقتصر فقط على الخلاف التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة شق صفوف الجمهوريين أنفسهم. قليلون هم من هنأ بايدن من الجمهوريين وتعهد بالعمل معه لإنهاء الانقسام في المؤسسة التشريعية، كما هو الحال بالنسبة للمرشح الرئاسي السابق ميت رومني والنائب عن ولاية ميشيغان فريد أبتون. أعتقد أنه ليس من المفاجئ دعم هؤلاء بقيادة ميت رومني، بل على العكس سترين مزيدا من الجمهوريين يدعمون بايدن كسوزان كولينز من ولاية ماين وآخرين من ألاسكا ونبراسكا الذين يعتبرون معتدلين في الحزب الجمهوري. عدد منهم أيضا عمل مع بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ ونائبا للرئيس. الصمت كان خيار كبار القادة الجمهوريين وعلى رأسهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. مستشار مقرب من ماكونيل قال إنه يعتزم ألا يفصح عن موقفه علانية حتى يرى مدى جدية بعض الطعون القضائية التي قدمتها حملة الرئيس ترامب بشأن نتائج الانتخابات، كما أن بعض المصادر المقربة من الجمهوريين قالت إن ماكونيل لم يتواصل مع بقية أعضاء المجلس 53 الممثلين لحزبه للاتفاق على موقف موحد. أعتقد أن ماكونيل يلعب بطريقة آمنة حتى يتأكد من أنه يقوم بالخطوة بالحركة الصحيحة، لذلك لم يعلق حتى الآن. يريد أن يكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ من جديد، وهو يريد أن يضمن الأصوات التي يحتاجها لذلك. ماكونيل ليس الوحيد الذي اختار الصمت. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي أيضا، لكن مستشارين لترامب قالوا إنه يتوقع الحصول على دعم أكبر من ماكارثي ومجلس النواب أكثر من ماكونيل ومجلس الشيوخ. بين الصمت أو الدعم اختار الجمهوريون في الكونغرس ألا يسلموا بنتائج الانتخابات الحالية حتى يقول القضاء كلمته، داعين أنصارهم للتركيز على عدم خسارة مقعد جورجيا في انتخابات الإعادة حتى لا يحصل الديمقراطيون على كل شيء، البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.